مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعال في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج يوم الدين، وبعد إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون واحد لغاية الدولنا إنه دون إنين نوقف إنه يسلو مناصبة في محل بشهر رمضان قبصات من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نقلم بيلو وحفتي من أي كسو قاض له نبي عليه الصلاة والسلام لغشيسي مركورة يوها النبي عليه الصلاة والسلام إلهي باكا ورمي رسولك عليه الصلاة والسلام سيد علماء أئل بحيصة حبنقاك رسولك عليه الصلاة والسلام هي تاريخ ليس كورمتا قرفيسة نرشيسة وحي الأهلية رسولك عليه الصلاة والسلام قل يفري لغاتن كن أو صحابي أي الله الضي في حجة الوداع علماء أنت يا ريس وحي إلى هذين وحو الله الضي اللهم صل على سيدنا محمد شن يصلاشن كن أو صحابي وحل يا بضن هل قد كقرن يسو النبي عليه الصلاة والسلام وحوها شن يصلاشن كن يا صحابي يا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الله الضي صحابي أو كم إذا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحو آمن سنة كل بي وجعليها وعلى كنت لا يفعل شان يسغاشن كل صحابي ونو البقار او آمن سيهاي انو خرق جعليها سدوه قامين جري سدوه روحين جري سدوه قول حريسين جري سدوه قدل قادم جري سدوه تبنتابين جري إلهي في سورة الأحزاب وحاو كوري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسولك النوع عاسى أين كصوه عليه قديشة إذن كصبر عدي رجين يسير علي أهانشاه إلهي يما لنت آخر إنه بجباده وشنهله وذكر الله كثيرا أي أحقف الله سبحانه وتعالى إنت بدل الحصة تصالى وصبر مرك الإلهي سبحانه وتعالى وحقوك ورميه في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ضد طريقة ونفسن النبي بكر يحذر حكى دكتور أذان إن أي كل عضو فتنة أو أحمقرتي فتنة كذا عذاب الدين تودا أو فتنة كذا عذاب مالك تودا أو فتنة كذا عذاب قلبي تودا أو يصيبهم عذاب أليم أما إن أحليلوا عذابوين رسولك عليه الصلاة والسلام وحيدوني إن تعذوين نور إن نخصه قادر له وأي كمتهاي سدو أتبن تامين جري صحابة ديسة سدى أي نكوه لني رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحلي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما نصدر حداتها يرسوك إلهي عليه الصلاة والسلام ويعني إنا تحين حريص
You need the order of Tahi, Yerubu Nabi Ali Salat to a Salat. Say I know Tasi, Ohabi Chino, O Ilahi Subhanahu wa Ta'ala, or Sulka Kuamari, for whom are Rahmatin bin Allah in Talahum, Willow Kuntafatan, Ali, the Gulbi Lang Fatum in Hawlik, Fafu Anum, was the Filam, was our room Filam, Fida Sumta Fatokal Allah. إلهي وحاو قوام علي رسولك عليه الصلاة والسلام رحمة حق إلهي يكتم الباض ون حريصتي ولو كنت فضا غليظ القلب حتى تعيمد أضاق وقلبه سلحي هاي لو فضت من حولك شان يسغاشن كاكون سحابي مدو البودي رسولك كل يجعلي هاي تذو ويكدد الله ويكدد الهاي فاعف عنهم حتى يخل ضمان اسكرداف واستغفر لهم الى عندهم دافو يدي وشاورهم في الامر لا تشبه للنبي عليه الصلاه والسلام اذا وحنكور هم ان ارسلوك سيدو اتبا تامين شيرين صحابتي رضوان الله عليه صحابك الله يقال ابو هريره حديث كرمتي على الامام البخاري هو وليه اي وحى اويلي وحن كم يضحى أهل الصفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة أهل الصفة لورينتي أهل الصفة محي أهائين أولي ستيت صحابي ومساجد كحقي سبطن بي قلب لديس كنور أو صدح لشيء قفك بن آدم كيوبة هي قعصر قوحوصة يكبه لبن بو قفك لها هدول لبضا قوسيتو كبابو اللهي هدو قو إيه كبالي هاي كلمو اللهي لو قو عسو جيني قادن جيني تدك باهدو دو سيدا هاي أيو كمدها النوحان كمدها قو سيولي أبا هريرة رضي الله عنه ما علم بان أدو قاتشو دي بوئي سيدا بخاري ولي مساجد كير لحدي سيبان قالي إنا قد ديضو أياوي سبحان الله قاتش ديرتي طبعا يتو وحنا سلمك إلهي وحسي أصحاب دوا وين كمدا مت كمدا كسي لابتي دو وتضع فري سمك صلاة إلى قبح طريق أبو بكر يا عمر بن الخطاب أي مران أي فري استيبوني سبحان الله مركي أنا هلك فري استي أي وحى الصوم ريبويلي أبو بكر بن أبي قحافة أقبل أصلا ريبويلي أنو سلام تاسي أي تهي سلام الحاج سلام الدوني كنتي أن سيق بصدوه أن سيق راعه إمو فهم من سلام تيضا وحي كتري بوي دمة عمر بن الخطاب باي صوم رفتي الله عنه إساقنا سيدي سلاك قبان السلامي إمي سورة قل إن إساقنا أو إفهمه وحصوب حي رسولك عليه الصلاة والسلام مر الله لي مر رسولك وجهي يقول افتي اي وحي لكم يا ابا هريره قربك يا قبطي رسولك عليه الصلاه والسلام قال يا ابا هريره استا وحي قصو صاري مساجدك اني قد قاصدي ابي قصو صارتي اي رسولك عليه الصلاه والسلام قلبي كان كفر حي يقول يا ابا هريره رسولك قال لي اسرع لي عليه الصلاه والسلام تبي توحي لي عانير ولودك تشري أي الله صادق مر الله لي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام عانيه را الله صادق عانيه مركي صدا ويجي بويلي ملاها ريك كري جيبا يقوبا في الله سبحان الله أي رسولك يقول يا أبا هريرة وحاجوغي مساجدك انت سوى السحابي أو أهل صفية كمدة وآدي آدوك الإحسان طبعاً كبيرة ويربي يقول النبي عليه الصلاة والسلام مركز يقدر للبول يا أبو هريرة عليه ترى دي سنر كيا أنوغنا واحدة ديبانوغا حتى نوان دي ذكري واي أمر كرسولك عليه الصلاة والسلام سديبان كبحي طبعاً كيبان كاني رسولك وحولي مدك تكبلو وديب كي كوات بالو ديبي كي لبات بالو ديبي إلا كي طبنات با أمببحي يضع عليه الانتباه عليه مر لبعض برسولك عليه الصلاة والسلام يقول طبعا كلا ويا أبا هريرة سبحان الله
صعد كوابي وأذقي هيدا شدرته تضبط ابنات في بعض الروايات سنت الماميان أو تضبط الأه مركي أي أنبب حين يعني هنا انتي آلي اسكردي من أي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يقول اشرب يا أبا هريرة لأنك باهد وصو صارتي انت صو سحابي لك وهرية وبالها لبضا دين عبان قفص دي بوي يعني هي بان عبي مركاسان دي بوي كوعيلي بوي للنبي عليه الصلاة والسلام حدنا لبضا دين عبان قفص دي بوي لي مرة الله لي مركي آن سيديوات كدر اكتيبا هدنا آن لي كوعيلي بوري نبي عليه الصلاة والسلام صدح كور مركي آن كوعيلي أي مركي أفراد رسولك يقولي كوعيلي والله لا أقدر عليه يا رسول الله وحل رسولك إلهي ومكري كريه ومعنه دو أي تهي صمالي دو صدع أي تلاهدو لادي أي انقاري بوري سبحان الله وعنتي حسد مضل روح حصوصة بوري وعنتي أباهن إن أينو استلتابنو رسولك قاتشا صوصارتي أبو هريرة لقاتشا صوصارتي رسولك نفتيسي إيا نفتي أبا هريرة وحكدور بني هو مقال مساجد كتشوغي أبا بختي إنتي مركو لما يستري أيها دل أبا هريرة يسكو هريسي أبا هريرة مركو أنبب حينه إلى حد ويلي سيد رسولك إلها أب أيان سلعانه فرها في كدر الدولة أي رسولك إلى حد واني عليه الصلاة والسلام وحيت المام يسا رسولك رحمة يسا إيو سيدتك كنسا وغا إيو سيد صحابة يسا كنسا وغور حين شريك وحسد مضان حديث كلام الإمام البخاري أولي صحابي الله يقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحكم ذها سقي أبيه صحابي وأوين رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي قال سي أبيه مضبو وهايو تضوها بلوض بلدش أبيه وصحابي هذا خبت من الدين آد بضن صحابه مرك أيابان رسولك يكو عربي عليه الصلاة والسلام وحلى الى هذا جابر بن عبد الله برغي هوره حدين لو قبصدو اس ادون سيبا تشريو وابل يبن تشري قف كو سيلو دال كين تشري انت و تشري هذا كي وحبو غار يا رسول الله نبكي وحي لي هي مول كو يبن دونا حدي يا رسول الله آلت نبكي غفر سمي رسولك عليه الصلاة والسلام ترين كي بو لقاتو وحي بلو وضيان وحلالي وحوح كولود جابر بن عبد الله يحبه الله لأنه يسوق دين تموقلين أبيه بيسيين أبيه نمول لنتين إسلام أركاسي ما دبوها يتضبها بلود وكبتك أبيه رسولك إلي محاد الله حيسا وقال يا رسول الله إن يروا التمرة أياني الله حيسا إلا قيبوا لي نبقوا عليه الصلاة والسلام تمرت بو إلهي كبري رسولك عليه الصلاة والسلام وحلو وحلالي وحي جابر وح كله هو سود يركر وقول رسولك عليه الصلاة والسلام طبعا توكي وريبا يمد والله ميسي بري قناسي وقوين مدينة كتشري تمرتوها كي لباد بالله ميسي كي صدحات بالله ميسي كي أفراد بالله ميسي أبو حلالي وحي الدين كلها أوردن أي رسولك عليه الصلاة والسلام وكخارجي سحاب الله يقال جابر بن عبد الله إذن warlinkii hanti ka tago adiga iyo kuwa dhax kuwaaga ku dhaxlayaa kii deyn lagu yeesho aniga weligiisa abuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee baahdo aniga hayibaad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis ka imaam al-bukhari uu wariyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay laa yarhamullahu man laa yarhamun nas rasuulku kaana rahiiman وكان ودودا وكان دليل جانب وحوها مد لوصو عروره وحوها مد بدك تمنطادية وحوها مد كعنتكو هيا سحابة يسوو جعلي هاي أيها رسولك عليه الصلاة والسلام حلقا دو حين وطلق اللي سن رسولكو
وغور هينشري صحابة ديسة وحي قبصة أمر دنبيل خميدة دنبيله تاريخ لرسولك عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.